توقعات يوم الثلاث الموافق 25 يوليو 25 تموز 2023. ممكن تاخد النهاردة قرارات مهمة جدا بشأن مستقبلك وانك تبتدي في استعداداتك عشان تحققها. هيجيب ليك اليوم كتير من التغيرات في بعض الخطط علشان تعرف تتكيف مع كل الظروف الجديدة في اليوم ده. فما تدورش عن إجابة للأسئلة المتعلقة بمشاكلك وعلاقاتك الغير واضحة. هيبقى في حاجة مهمة جدا في حياتك في اليوم ده هتساعد كتير من الأشخاص اللي حواليك. هتعمل محادثة عاطفية عبر التليفون أو عبر الإنترنت. هتفاجئك بشخص أنت بتحبه هيديلك الأمان والدعم اللي أنت بتتمناه، ودي حاجة أنت بتحتاجها في اللحظة دي بشكل عام. هيبقى اليوم مهم ومليان بالاهتزازات الإيجابية المختلفة اللي هيكون عليك أنك تسددها في ليلة محددة. هتبقى أنت منتظم أكتر، أكتر هدوء، وهتفضل إنك الفترة الجاية وهتبقى في تطوير مهم جدا وسلس جدا وناجح لحياتك بنسبة كبيرة. هتكون توقعاتك في اليوم ده مرتبطة بطريقة أو إجراء أو وفاء بالتزام من قبل شخص تاني. بالنسبة لكل الأشخاص النهاردة هيجيب ليك كتير من التوترات والصراعات في حياتك اللي هتجبر نجمع النفاذ صبر شخص قدامك. هتكون عندك مخاطرة رئيسية في يومك ده للمشاكل الخاصة والخطيرة المرتبطة بقرارات متسرعة انت خدتها. حاول تتجنب اي تصرف باندفاع او بشكل غير عملي او غير متسق في اليوم ده. هتميل النهاردة انك تندفع شوية وترفض نصيحة شخص مقدمة لك مهما كانت كويسة بالنسبة ليك. هيطلب منك شغلك انك تهتم اكتر، خاصة لو كان منصبك هيبقى مهدد. هتجري من خلاله بعض التنظيم في شراكاتك وهتبقى في احتمال انك تفقد وظيفتك في الحالات دي. لازم تبقى اكبر هاجس بالنسبة ليك هيستمر في اتجاهه لكل الامراض اللي هتبقى متعلقة بالارق عليك وعدم انتظام ضربات قلبك ومشاكل دموية كتير هتبقى بتأثر عليك. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.